ila hadrat nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sama ila ruah jamil amya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin sama ila hadrati khususan sultanil awliya sayyidina syekh abdul qadir jailani syekh junaidil baghdadi syekh muhammad rifai sahabu hasan asyadili wa sahibul magam al-habib ali bin muhammad bin husain al-habashi wa usulihim wa furihim wa sahibul magam al-habib ahmad bin abdullah bin talib al-atas al-habib ali bin ahmad bin abdullah bin talib al-atas wa usulihim wa furihim anallaha ya'ali darajatihim al-jannah summa ila ruah jamil awliya min masyarikil ardi ila magharibiha khususan awliya itisa wa usulihim wa furihim anallaha ya'ali darajatihim al-jannah wa sahibul magam al-arif billah ramogi haji abdul hamid fasuruan ثم الى حضره حسن الحبيب جعفر بن شيخان فاسروان ثم الى حضره حسن جي حجي عبد المجيد فاسروان ثم الى حضره حسن بح جي حجي زبير سارنگ ثم الى حضره حسن جي حجي محرس علي واصولهم وفرهم ثم الى حضره حسن جي طاهر وجي عبد الفتاح جي عبد اللطيف ثم الى حضره حسن جي مذكر وجي ولي زيني انت تعلم بهما باسمائهم ان الله يعلي درجاتهم بالجنه ينفعنا بركاتهم واسرارهم وانوارهم وبعلومهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والاخره وان الله يغفر لنا ذنوبنا ويشفي امراضنا وينور قلوبنا ويتمم مقاصدنا ويقضي حاجاتنا في الدينيه والدنياويه والاخرويه والحسيه والمعنويه بجاه سيدنا محمد خير البريه مع اللطف والسعاده الابديه والى حضره النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المكرم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيهاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قد هاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
وسلم يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بدن سبسام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للنبي أصحاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أعراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فأطراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله السلام عليك يا رسول السلام عليك السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى
عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إنتي لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إنتي لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا
لكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا لكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم عليه صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنم في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم عليه صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمة وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الكسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود
وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بتراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم كرسيه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. صلى الله عليه. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. صلى الله عليه. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى، يا لقلب سروره قد توالى، في حبيب أما الآن ما نوالى، في حبيب أما الآن ما نوالى. يا لقلب سروره قد توالى، يا لقلب سروره قد توالى، في حبيب أما الآن ما نوالى، في حبيب أما الآن ما نوالى. من شرف الوجود بنور، جل من شرف الوجود بنور، غمر الكون بهجة وجمالا، غمر الكون بهجة وجمالا. يا لقلب سروره قد توالى، سروره قد توالى، في حبيب أما الآن ما نوالى، في حبيب أما الآن ما نوالى. قد ترقى في الحسن أعلى مقام، قد ترقى في الحسن أعلى مقام، وتناهى في مجده وتعالى، وتناهى في مجده وتعالى. يا لقلب سروره قد توالى، يا لقلب سروره قد توالى، في حبيب أما الآن ما نوالى، لاحظته العيون في مجدلته، لاحظته العيون في مجدلته، بشرا كاملا يزيح الضلالا، بشرا كاملا يزيح الضلالا. روحه قد توالى، في حبيب أما الآن.
habibin amal ana manawala huwa min fawqi ilmi man qad ra'athu wa huwa min fawqi ilmi man qad ra'athu ifatan fi shu'unihi wa kamala ifatan fi shu'unihi wa kamala ya la qalbin sururu qad tawala ya la qalbin sururu qad tawala bi habibin ammal ana manawala 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 bi habibin ammal ana سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم
صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بإناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال شرف الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الجمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر الدام الذي يتنقل في بروزه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأسلام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة صلى الله عليه. حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروب بأن يرقم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله. وإن كانت الألسن لا تفي بعسر من شر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم
صلِّ وسلِّم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله. بشرى لنا نلنا المنى وبالحبيب بالمصطفى
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. صلى الله عليه. يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت سعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. واستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من حصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمت وحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا. حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه
متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزك صلى الله وكل عليه. دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان ودئ هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاك كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر إن دوته أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على غدوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور أن أمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اشراق الكون ابتهاج بوجود المصطفى احمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاضربوا يا هلا المثاني فهزار اليمن غرد واستبيئوا بجمال
فقا في الحسن تفرع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا أطاء جمع الفخر المؤبد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فلرب كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجود مصطفى الهادي محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا خير داء مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير داء مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جاك الحسين مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير داعي مرحبا واهدينا نهج سبيل كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاه في جوار خير مقعد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تبشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد. صلى الله على محمد مرحبا
صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تذيك عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسأهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة صلى الله عليه وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نصر طيبه تعترت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب إنانه صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عند الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم
أن يجعل سعيي في مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال وتعض ظافرة وعلى باب إزته تهات الرحال وتوشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك المحصص بشرف الأفخر في كل مواطن من مواطن القرب ومظهر آمين قاسم إمدادك في عبادك وساكك أوصي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتبائه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أدماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركته وشريف وجهته أولى أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأجبنا في الأعمال بطاعتك وصدقك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك فلا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.